عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نلعب عالم الدبابات ودبابة التير 50 فرست بروتوتايب. طبعا دي الدبابة يمكن تير 8 عشان الخطورة في يكون اللي واجه تير 9 يكون فيها خاصة بضرب البرج. ترى من الدبابة جيد جدا. بعدين بنقارنها بهي وبين بروتوتي 54 الحقيقية الأصلية. في مدفعية بس ما ادري وش سالفة المدفعية. قربنا خلنا نجذب العدو. عشان يجون ونلعب معاهم ونجبرهم يجون بالمنطقة عشان نصطادهم. رزق قام يجينا الاسماك قام مدفعية. ثمنها مدفعية خلنا نغير. Enemy armor is destroyed. خسارة بيطلع
بس خلاص 3 كيلز. والله الواحد يلعب بدفعة واحدة يكون أفضل يا أخي. يا البقرة ليش أنا دمرت 3 بابات؟ مع السلامة.